اللي طرحناه كأسئلة في الكرامة كان جيئا جدا. كتسليم ما كانوش كافيين في هذه لا المسألة. احنا خدمنا 20 شهر في البرلمان ولم نصوت على الحكومة ولم نكن جزءا من الحكومة، وطبعا اشتغلنا في مناخ يعني تقريبا رفضنا قبل ما يقابلنا. من اللي دخلنا البرلمان نلقاو 8 كتل، زوز فقط منهم مستعرفين انهم يتعاملوا معنا، ولين خرجنا يتعاملوا معنا فقط زوز كتل النهضة في وقلب البرلمان، تونس. النهضة وقلب تونس علاش ما فقط. سالتوش رواحكم سيف الدين محلوف وعملتوا مراجعات وقت اللي دخلتوا البرلمان؟ انتم ساهمتوا رانا نوعا ما، خليتوا لا الفرصة لا لا قدام رئيس نقول لك الجمهورية نبسط لك انه الموضوع. يحل البرلمان لا ما بعد عندوش الشيء الحق، اللي ما قاعد عندوش حق اللي يحل. قاعد اعطيتوه فرصة لا قدام لا ما اعطينيش بغض فرصة. النظر على عنده حق ما عندوش حق، انتم دائما متضلعين اخر في خليني الامور افاجئك، القانونية. خليني بها افاجئك. انا باش نكمل لك انا، باش تفضل. نكمل على الاقل من الناحية انه هو ياخذ تفويض شعبي. اليوم وقت اللي ما تخرج فماش حسم الشارع تفويض شعبي، التونسي، لحظه تزوير سيف هذا الدين، اسمه، تدليس. شعب اسمعني يعطي انا وبعد تفويض انا باش بالصناديق. نسمعك، باهي انتي اي اسمع ملاحظتي سؤالي وبعد تفضل. انا نسمعك. اليوم سيف الدين مخلوف وقت اللي انت كنت في البرلمان ائتلاف الكرامه انت اعترفت قلت كنا مرفوضين، احنا كان زوز كتل تعاملوا اي معانا بما معناه ثم مشكل. وقت اللي انت انا شو نحل مشكل؟ التلفزيون مش قلت وقت اللي انا نحل القناه الوطنيه باش نتفرج 8 ولا 9 سوايع في البرلمان، بين كل مداخله ومداخله تطيح البنيه تطيح في لا مش البرلمان، فاهم، مش وهذا من فاهم، غادي وهذا من غادي وعارك ومعروك، وفي انت مش قلت فاهم، مش فاهم. واتهامات و و و و فالشعب التونسي يقول لك انا انتخبت انت بك انت ايش قلت؟ قلت على كل 20 تونسي 1.5 مازالوا راضين علينا. لا لا انتخبونا. انتخبون ولا انتخبون الناس انتخبتكم حطتك في البرلمان سيد الدين مخلوف باش تدافع عليها هي، والا باش تعارك على حاجات سياسيه لانك عندك خصوم في البرلمان. ما كانتش هذه أرجو ما أرجو كانتش هذه سيف الدين مخلوف الحق ترديد عمل برلمان. أرجو أن يكون آخر سؤال في الموضوع هذا باهي أو نجاوب نجاوبك حكايه عليه. البرلمان، صحيح خلينا صحيح نمشيو لقدام صحيح، يا نحكيو على حبذا شنو هو جاي يا لقدام. حبذا يا حبذا. أول شيء احنا انتخبونا قلت 1.5 من كل 20 تقريبا 5.91% من الشعب التونسي، واحنا أكثر كتلة خدمنا التونسي. ما عندكش فكرة على كم العرايض اللي جاتنا، كم المراسلات اللي عملناها الوزارات والولايات والإدارات العمومية. احنا طبعا عندنا رقم تاريخي، عملنا 28 مبادرة تشريعية، عملنا 28 مشروع قانون في 20 شهر، وكلها قوانين مضمونية مش كلام ومش قروضات ومش كذا. وصل منها القليل. طبعا احنا مرفوضين مش خاطرنا اشرار ولا مجرمين، لا احنا مرفوضين. تعرف علاش؟ علاش؟ لان مسينا اللي الاحزاب الاخرى ما نقولش ترفض اما تخاف تمسه. ما فساد؟ تنساش، لا احنا قدمنا لائحه اعتذار لفرنسا لاول مره في تاريخ تونس. احنا طلبنا تصفيه تاريخ الاستعمار اللي ما زالت ما تصفيتش لليوم. طلبنا حق اجدادنا اللي قتلوا وعذبوا وجندوا في الجيش الفرنسي وشردوا وتوفوا من تونس، وجاتنا عشرات الامثله نتاع الناس اللي ماتوا في السجون في المحيط الهادي في لاغويان وغيره وهم مواطنين تونس. طبعا احنا طلبنا بحق بنزرت في المحاسبه على مجزره بنزرت اللي صارت بين 19 جويليا و22 جويليا 1961. احنا نسينا الموضوع اللي الاحزاب الاخرى تخاف تحله.